السلام عليكم، أنا محمد غنايم. هذا اللون الذي تراه على الشاشة هنا ليس أصفرا، يعني لو قمنا بعمل زوم على هذا اللون لستين درجة سيظهر كما في الشكل، عبارة عن لون أخضر وأحمر معا. وهذا يعود لأن الألوان الرئيسية التي تراها العين هي الأزرق والأخضر والأحمر، وعند مزج اللون الأحمر والأخضر معا ينتج اللون الأصفر كما في الشكل. ولكن لماذا ينتج اللون الأصفر؟ لماذا يراه الدماغ أصفر؟ لماذا لا يراه أخضر وأحمر معا؟ صحيح، ببساطة أنت ترى اللون الأصفر لأن دماغك يخدعك، فأنت عندما ترى اللون الأصفر يكون الدماغ في حالة خداع بصري. تخيل، سأعرض عليك الآن اختبار يؤكد لك أن دماغك مخدوع. أريد منك أن تتمعن بشكل مطول في النقطة التي بالمنتصف دون أن تنظر خارجها. تمعن معي، تلاحظ أن النقاط الصفراء التي بالأطراف ستبدأ بالاختفاء واحدة تلو الأخرى، وسيظهر مكانها لون أخضر. صحيح، مع أنها فعليا في المقطع موجودة وثابتة، ولكن دماغك يخدعك. أو مثلا هناك اختبار يجعلك ترى الصورة التي باللون الأسود والأبيض ملونة، الدماغ يلونها بشكل غير واعي. انظر للصورة التالية وركز على النقطة الموجودة هنا وأطل التركيز. الآن شعرت أن الصورة ملونة مع أنها أبيض وأسود. صحيح، طبعا أحبتي في الله، ربما تقول الآن ماذا سأستفيد عندما أعلم أن دماغي يخدعني، أو ماذا سأستفيد عندما أعلم أن هذا ليس أصفر. نعم أنت محق، يعني هذه فقط مقدمة أحببت من خلالها أن أدخل إلى صلب الموضوع، كما حال كل جمعة أن ندردش في موضوع معين، وأحببت أن يكون موضوع النقاش هذه الجمعة عن العين البشرية وقدرة الخالق في إبداعها، والهدف أن تيقن أنك تملك نعمة عظيمة جدا ربما لا تقدرها، والدليل أنك تعصي الله بها ربما. ولكن بداية دعني أعطيك نظرة عامة عن كيفية عمل العين، أو كيف نرى بشكل عام. أولا، الضوء يسقط على الشيء الذي أمامك أو الذي تنظر له، ثم يتجه هذا الضوء إلى عينيك. لنفترض أنك تنظر إلى كلب مثلا، أول شيء يدخل الضوء عبر القرنية التي تتمثل وظيفتها في تركيز الضوء لتجعل الصورة حادة، ثم بعد ذلك يمر الضوء إلى بؤبؤ العين والذي يحيط به القزحية. هذه القزحية تحتوي صبغة العين، كان يكون لون عينيك أزرق أو بني إلى آخره. هذه القزحية تعمل من خلال العضلات المحيطة بها على توسيع بؤبؤ العين في الظلام أو تضييقه، بحيث تتحكم بكمية الضوء الداخل للعين. ثم بعد ذلك يصل الضوء إلى العدسة التي تعمل على تجميع الضوء في مكان واحد، وبالتالي الرؤية الواضحة، وأيضا لتسمح لنا برؤية الأشياء القريبة والبعيدة بوضوح من خلال التفلطح أو العكس. وعندما يصل الضوء للجزء الخلفي من العين، أي شبكية العين، يتم تحويل الضوء إلى إشارات كهربائية من خلال 130 مليون خلية هناك. تخيل، سبحان الله. ثم يتم نقل تلك الإشارات الكهربائية للدماغ عبر العصب البصري ليحللها بدوره، وبالتالي نفهم إلى ماذا ننظر. هذه طريقة عمل الرؤية أو العين باختصار شديد، العينين أو الحبيبتين كما جاءتا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول إن الله يقول إذا ابتليت عبدي بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة. العين حتى تفهمها بشكل أسهل، تخيلها مثل عدسة التصوير التي بدون الكاميرا نفسها أو جهاز الكاميرا لا يمكن أن تستفيد منها. كذلك العين بدون العصب الذي يربطها بالدماغ لن تكون مفيدة لك. فعلى سبيل المثال، عندما ترى الأشياء عينك تراها بالمقلوب. تخيل، العين تراها بشكل مقلوب كما تلاحظ، ثم ترسل الصورة المقلوبة للدماغ عبر عصب الأوبتيكوس الذي يربطها به، ثم يقوم الدماغ بتعديلها بشكل صحيح، وبالتالي الرؤية السليمة. ولكن ماذا لو حدث خلل في هذه الجزيئية؟ سترى العالم كله بالمقلوب، عافانا الله وإياكم. يعني الآن على مستوى النظر لي، عينك تراني هكذا وترسل هذه الصورة إلى الدماغ، ثم الدماغ يعكسها وتشاهدني هكذا ويفهم أن هذا هو شخص اسمه محمد أتابعه مثلا. لذلك لو أردنا التحدث عن علاقة العين بالدماغ والترابطات التي بينهم سنحتاج أكثر من حلقة. ولكن بما أننا بدأنا بالحديث عن الألوان، ما رأيكم أن نركز على هذه المنطقة التي تسمى الريتينا أو الشبكية، المسؤولة عن رؤية الألوان والرؤية بشكل عام. فلو حدث خلل في هذا الجزء لا قدر الله ستسمى لغويا أعمى، عافانا الله وإياكم. فهذه الريتينا والشبكية تقوم بتحويل الضوء الساقط عليها إلى إشارات كهربائية، أي تحول الضوء إلى إشارات كهربائية ترسلها للدماغ ليحللها الدماغ، وبالتالي يفهم إلى ماذا ننظر. يوجد في الشبكية أنواع مختلفة من الخلايا، مثل الخلايا البيبولار، الجانجينيون المولار، الهوريزونتال، خلايا كثيرة، ولكننا سنركز على خلايا الفوتوريسبتور. هذه الخلايا تتمحور وظيفتها في امتصاص الضوء ثم إفراز النواقل العصبية وإرسالها للدماغ، وبالتالي الرؤية. خلايا الفوتوريسبتور هي المسؤولة عن رؤية الألوان
الأساسية الثلاث التي تراها العين، الأخضر والأزرق والأحمر. وتتكون هذه الخلايا من نوعين كما تلاحظ في الصورة، النوع مختص بالرؤية الليلية والآخر بالرؤية النهارية. الإنسان الطبيعي في حال كانت خلاياه تعمل بالشكل الصحيح يستطيع أن يرى الألوان الثلاث ويسمى بالتريكرومات، ولكن في حال كان لديه خلل في الصبغة الموجودة على خلايا الكلي في الفوتوريسبتور يسمى ديكرومات أو مونوكرومات، وبالتالي لا يستطيع أن يرى لون أو لونين من الألوان الأساسية الثلاث. بغض النظر، دعنا نفحصك على السريع لنرى إن كنت تعاني من نقص لا قدر الله في الصبغة أم لا. انظر إلى هذه الصورة وأخبرني بالعدد الذي تراه فيها. جيد، هذه الصورة أيضا جيد، الحمد لله عينك سليمة. ولكن الأشخاص الذين لا يستطيعون رؤية الرقم الموجود في الصورة أو لا يستطيعون تمييزه أساسا يعانون من مرض يسمى بعمل ألوان. هذا المرض اللافت به أنه مرتبط بكروموسوم X في الجسم، يعني تعرفون الشكل الوراثي للذكور هو XY بينما الإناث XX، يعني بمعنى آخر أن هذا المرض يصيب الذكور بشكل أكثر بكثير من الإناث. الإناث في الأغلب تكون حاملة لهذا المرض، لذلك أعتقد برأي الشخص أن هناك علاقة بين حب الإناث للألوان بشكل فطري، يعني حتى أن بعض الفتيات ربما تستطيع أن تذكر لك أسماء ألوان أنت لا تميزها حتى مثلا على مستوى هذا اللون. لو سألت أي شاب سيقول لك أصفر، ولكن لو سألت فتاة ربما تقول لك كركمي يوسفي قرعي إلى آخره، وتستطيع أن تميز بينهم بكل دقة. يعني سبحان الله، هذه نظرة المختلفة للأمور، لا أعتقد، هذا رأي شخصي لا أكثر. نكمل في العين والألوان. عندما تكون في مكان مشرق ثم تدخل إلى مكان مظلم، كان تكون في الخارج ثم تدخل إلى المنزل وهو معتم، تشعر أنك أصبت بالعمل لحظة بسيطة، صحيح؟ أو عندما تكون في مكان معتم ويقوم أحدهم بإشعال الضوء عليك ترى للحظات قليلة كل شيء أبيض وكأنك أصبت بعمل لحظي في تلك الثواني، صحيح؟ هذا الأمر أحبتي في الله يعود بسبب خلايا الفوتوريسبتور، تعرفون يوجد بها يعني نوع من الخلايا مسؤول عن الرؤية النهارية وآخر عن الرؤية الليلية عن طريق التحكم في موازنة بروتين يسمى الرودوبسين. الآن عند الانتقال من بيئة إلى أخرى مشرقة إلى معتمة أو العكس يحدث تغير في استقبال الضوء وبالتالي تشعر بعمى لحظي. مثلا المسؤول عن الرؤية في الضوء هي خلايا الرود. طبعا أحبتي في الله عند الحديث فيزيائيا عن منظومة الانتقال بين الرؤية والظلام يطول الحديث بها، ولكن عظمة الخالق تتمثل في منظومة الانتقال نفسها بحيث يستطيع الإنسان التكيف في النهار وفي الليل، لأنه لو حدث خلل في هذه المنظومة لن تتمكن من الرؤية في الليل، وهذا مرض موجود يسمى بالعمى الليلي. ومن أسباب هذا المرض هو نقص في فيتامين A. فيتامين A له علاقة مباشرة في إنتاج بروتين الرودوبسين، وبالتالي عندما يقل فيتامين A تقل فعالية الشبكية وبالتالي لا تستطيع الرؤية في الليل. فالمريض في العمى الليلي يشاهد الصورة كما تراها هنا، الصورة الموجودة هنا تمثل شخص يرى بشكل طبيعي يستطيع الرؤية وتمييز التفاصيل في البيئة المظلمة، ولكن المصاب بالعمى الليلي يرى الصورة هكذا لا يستطيع أن يميز شيء وكأنه ظلام دامس، عافانا الله وإياهم. طبعا هذا المريض يعالج بإعطائه جرعات من فيتامين A. طبعا هذا المرض قابل للمعالجة، ولكن في حال حدث ضرر دائم لا يمكن معالجته، ولذلك في بعض الأحيان يتم إعطاء فيتامين A انترفينوز عن طريق الوريد حتى يسرع الجسم في أخذه. الجدير بالذكر أن مشاهدة الهاتف المحمول في بيئة معتمة لساعات طويلة ووجود نقص في فيتامين A ربما يعرضك للإصابة بهذا المرض، لذلك لا بد عليك أن تعتني بعينيك من خلال تصفح الهاتف في الوضع الليلي، يعني في كل هاتف يوجد التصفح في الوضع الليلي، تكون الإضاءة خافتة وتكون مائلة للون الأصفر حماية للعينين، لأنك بذلك تؤثر سلبا على منظومة الانتقال بين الرؤية الظلامية الصباحية والليلية، وبالتالي تؤثر سلبا على الشبكية. طبعا يوجد فحص مهم كأطباء نقوم بفحصه بحيث نأخذ معلومات كثيرة عن العين، أهمها استجابة العين للضوء والعتمة، ترابطات العين والدماغ و النظام الليمبيك سيستم الذي يتحكم بالنظر وأمور كثيرة. مثلا أهم فحص هو البيوبير ريفليكس، تعرفون قسم البؤبؤ في العين يتوسع في الظلام لتحصل العين على أكبر كمية من الضوء. هذا الأمر يتم بشكل لا وعي وهذا يتم فحصه من خلال هذا الفحص أو الريفليكس. يتم الاختبار كما في الفيديو التالي ونحصل من خلاله على معلومات كثيرة حول فعالية العين ومدى صحتها. بغض النظر، لا أريد أن أطيل عليكم أكثر في الحديث عن العين مع أن الكلام في عن العين البشرية لا يمل ولا يكل بالنسبة لي، ولكن يكتفي بقول أنك أنت الآن عندما تمتلك عين سليمة قادرة على الرؤية النهارية والليلية، قادرة على النظر دون أي جهد أو ألم وبشكل واضح، حينها يجب عليك إلزاما أن تحمد الله عز وجل على هذه النعمة، بل وتعتني بهما بعدم إرهاقهما، وأيضا ألا تجعلهما شاهدتان عليك يوم لا ينفع مال ولا بنون، ودمتم في أمان الله.